طيب حينما تقوم المملكة العربية السعودية بالطلب من تركيا بإنشاء مصنع لهذه الطائرات داخل المملكة، وأنقرة الآن تقوم بدراسة هذا الطلب، بماذا تعلق على هذا الأمر؟ تريد أن تكون قوة، وتريد هي بالتأكيد السعودية هي الدولة التي في الحقيقة هي التي فيها الحرمين الشريفين، وهي الدولة التي بالفعل هي يجب أن تحمل لواء. تريد أن تكون قوية، لا تريد أن تتأثر بالفزاعة الإيرانية بالبرنامج النووي الإيراني. لذلك هذا الطلب أنا أعتبره طلبا إيجابيا من كل الجهات، طلب إيجابي لأنه سيقوي العلاقات بين دولتين مسلمتين، بين السعودية وطبعا أيضا تركيا، وأيضا سيفتح المجال لأن تصبح تركيا أو لأن تصبح السعودية منتجة ودولة قوية في موضوع السلاح وإنتاج السلاح، وهذا ما تسعى إليه السعودية الآن، لأن تصبح هي بالفعل دولة ليست مشترية فقط بل دولة منتجة. وفتح المصنع في السعودية أراه خطوة جدا جيدة، وباعتقادي بأن تركيا ستوافق عليه.